مشاهدينا، ودلوقتي تعالوا نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. دولار أمريكي سعر البيع 19.25 والشراء 19.18. اليورو سعر البيع 19.24 والشراء 19.16. جنيه استرليني سعر البيع 22.26 والشراء 22.17. فرنك سويسري سعر البيع 19.61 والشراء 19.53. اليوان الصيني سعر البيع 2.79 والشراء 2.77. الريال السعودي سعر البيع 5.12 والشراء 5.10. دينار كويتي سعر البيع 62.49 والشراء 62.16. أخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع 5.24 والشراء 5.22. ودلوقتي هنروح نتابع أسعار الذهب النهاردة. عيار 18 سجل النهارده 943 جنيه للجرام، عيار 21 سجل 1100 جنيه للجرام، عيار 24 سجل 1257، واخيرا الجنيه الذهب 8800 جنيه. ودلوقتي هنروح لاحمد وجمانه نكمل باقي فقرات البرنامج. شكرا لك يا لمي.